لا كومونيكاسيون تاع حسني مع الشيخ سعد اللي نحيوه بالمناسبه. اي سوني هيا واش فيه يا محمد؟ اي سوني. الو وي الشيخ سعد كي راك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. والله بخير والحمد لله. سي سعد باين سقسيك حبوك، رانا هنا في ليميسيون تاعنا بصح في شحال ما شفناكش ملي رشح داروك مدير المنتخبات الوطنيه. اش راك دير وين راك؟ لا هي في الحقيقه راني مع لي مينيم ولي بوسام وراني نحكي لهم على الخرافات والمغامرات اللي صرات في الاداره الافريقيه وعلى اللاعب الكبير عبد القادر غزال. سي عبد القادر هذا لعب 1200 مباراه مع المنتخب وسجل 3 اهداف في 200 سنه وخرج بثلاث بطاقات حمراء مرفوع الراس. هذا اللاعب كان يدير الفرجه مع زملائه في الحصص التدريبيه وكان يقص لهم على الواي واي كي كانت جديده. انا نقول له ما تفشلش وواصل في الرقص، راك فت حكيم صالحي وراك قريب تلحق مايكل جاكسون. كمل كمل يا غزال وفيها خير ان شاء الله. الو وش بيك سي رابح وش بيك؟ الو الو والله تفكرت منصوري غلطني عمري. ايه زيد منصوري ليا ما تزيني. معليش معليش سي رابح، من تغيدك عمرك ولا تفكر لي بلاك تاع سمير زاوي؟ معليش. والله في الحقيقه ضحكتني، فكرتني في اللاعب زاوي سمير. هذا الانسان كان مهرج كبير ولو كان كمل كان يفوت جمال دبوز ويلحق حتى العالميه. الو سي رابح، حبو قول لي واش هي النصيحه اللي تمدها للناخب الوطني سي رابح ما جا؟ هي انا نقول له خدم وما تسمعش الهضره، وشنو شعرك الطويل هذاك يجي نهار وين يسقط ويسقط بالانتقادات وتولي فرطاس كيما انا. ولكن ما تخممش نعطيك البيريات، راهم عندي في الدار قوطه كبيره، عندي واحد احمر واحد اخضر يعني على الوان المنتخب الوطني وفيها خير ان شاء الله. الله يحفظك. الو وش عاود؟ والله تفكرت اللاعب مقني. اي اي واش ضربت الدموع عليه؟ معليش اللاعب الانيق اللاعب الرائع. الو 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 ما اقدرش والله ما اقدر. الو قطع قطع قطع. تحية تحية.